خلونا الاول نرحب ب مينا سمير، اخو حاله مختفيه الايام القليله الماضيه، ام بشوي، امراه عندها تقريبا تملك من العمر 40 سنه. خلونا نسمع مينا الاول. مساء الخير يا مينا. مساء النور يا فندم. ايه اللي حصل يا مينا؟ يعني اتفاجئنا ببوست نازل وفيه شويه ارقام لحضرتك وتقريبا ابنها، ابن الاستاذه امل او امال تقريبا. امال سمير يا فندم. ام بشوي، ايه اللي حصل؟ أيوة. للسيده امال. ما فيش حاجه يا فندم. الساعه بالظبط 10 الساعه 9 ال 9 47 دقيقه بالظبط كانت نزلت من البيت، كانت سايبه ابنها الصغير فوق. مش صغير، هو عنده 18 سنه. سايبه هناك عادي عشان كان لسه ميعاد الشغل بتاعه ما جاش، فهي نزلت سابته ونزلت راحت تجيب حاجات، خدت بعضيها واختفت. ما رجعتش. اتفضل. ما رجعتش وتليفونها اتقفل. هي 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 عندها 40 سنه؟ 45 سنه بالظبط. 45 سنه؟ طيب. هي عندها 3 اولاد تقريبا. عندها بشوي كبير عنده حوالي 27 سنه. ده مارسيلينو عنده 20 سنه. والولد الاخير فابيو اللي هو 18 سنه. طيب يعني طبعا بتتقدموا في مثل هذه الظروف للعمل محضر وما الى ذلك، صح؟ هي ارمله، صح؟ بص يا فندم. يا فندم بص، احنا عامه احنا الاول دورنا عند القرايب كلها ودورنا عند كلها، ماشي، اللي هم قرايبنا كلهم، هي من الصحاب وملاش اي حد. دورنا في المستشفيات، دورنا في كل ما يخطر على بالك، والمشايخ مشرحة دينهم، دورنا وقلبنا الدنيا. كاحنا دي اختي، لا احنا كله بره. انا كده منين؟ انا مش عارف اجيبها منين. حد يدلني على مكانها. انا عملت كده على السوشيال ميديا عشان خاطر اعرف اوصل لها. اي حد يتواصل معايا منها على اي حاجه يوصلني بيها. طب هي كانت بتتعرض لاي مشاكل؟ طيب عندكم اي مشاكل؟ يعني احنا دايما نعرف الحالات اللي زي دي بتمشي مثلا، تعرف حد مثلا قال لها يعني، او تروح مع حد في مشاكل اسريه؟ يعني هي ارمله اساسا، فما فيش مشاكل زوجيه يعني، فايه المشكله اللي كانت مع امال؟ ما فيش مشاكل معاها خالص. ستي، يعني عايز اقول لك على حاجه، دي اختي، دي هي اللي مربياني، دي امي، طيبه وفي حالها، الناس كلها في مكانها، واللي هي المكان اللي هي فيه بتعشقها. استريت بتنزل تروح تجيب الحاجه وترجع في بيتها، عمرها ما قعدت بره البيت لغايه الساعه 11. لو قعدت البيت الساعه 11 دي تبقى عندنا في شقتي. انتوا تبع منطقه ايه يا فندم؟ شبرا الخيمه. شبرا الخيمه. هي يعني شبرا الخيمه الفتره اللي فاتت كان فيها حالات كتيره جدا مشيت. طيب عملنا محضر، شفنا الكاميرات المراقبه، ركبت مع مين، نقدر نجيب التوك توك اللي ركبته ايه؟ احنا عملنا محضر في الاسم، والناس نزلت رجعت الكاميرات وماشيه مع الكاميرات واحده واحده. بس بردك انا نفسي حد يتحرك. اللي احنا فيه دوت مش نافع. محدش، احنا عايزين حد، عايز حد يتابع التليفون بتاعها يشوف اخر ارقام عملتها ازاي. يقول لك لازم امر نيابه. لازم امر نيابه ان انت تتبع التليفون. قال لي انا اوصل لاخر مكالمه كلمتها ازاي. انا عايز لو في اخر مكالمه كلمتها نعرف هي كلمت مين. طب يبقى احنا مسكنا. في محامي معاك يا فندم؟ في محامي معاك؟ احنا معانا حضرتك، يعني في ناس كويسه جدا من امن، يعني في ناس مش معانا مستشار، ومعايا ناس كويسه. طب ايه المشكله دلوقتي في ان تتبعوا خط التليفون طالما معاكم محامي يقدر يقدم طلب بتتبع التليفون؟ احنا بص حضرتك دلوقتي هم موقفين المحضر لغايه ما ينزلوا يجيبوا بقيه الكاميرات. طب ما انت حضرتك تابعت بقيه الكاميرات، انت انزل اقفل المحضر وطلع لنا امر نيابه نطلع بيه. طيب انا عايز اعرف اختي راحت فين؟ اختي مخطوفه، اختي محبوسه، حد حابسها في حته، حد خطيفها، حد عمل فيها حاجه، حد تبعها. بس حضرتك يا فندم استاذ مينا بيبقى في بوادر كده يعني بتوصلنا، في خيوط كده ممكن توصلنا لاي حاجه. حالتها اخر فتره، الحاجات دي ايه؟
يعني في خيوط بتوصلنا للمشكله، هي ايه كانت المشكله عندها طالما الدنيا تمام وزي الفل؟ هل هي فعلا اتاخدت غصب عنها ولا كانت في مشكله عندها؟ هو عايز اقول لحضرتك، واحده نازله من البيت تجيب حاجات للبيت، اكل وشرب وبتاع، نازله تجيب حاجات، يبقى كده عندها مشكله؟ في ايه المشكله في كده؟ في حد كان بيتتبع خطواتها؟ طيب اشتكت من اي حد؟ ما هو يعني ربنا عرفه بالعقل برضه. ما فيش حاجه من الكلام دوت. طيب يعني انا اتمنى ان بس يكون في هناك سرعه تحرك، وحضرتك يعني يكون هناك متابعه بقى، لو تقديم طلب معين ان انت يعني تفحصوا الكاميرات بسرعه. لكن تليفونها مقفول صح؟ تليفونها مقفول يا فندم، وانا عايز اعمل تتبع للتليفون. المفروض ان انا حتى لو التليفون اتقفل، مش لما المفروض التليفون بيتقفل بيبقى الخط على الجي بي اس بتاع الخط ذات نفسه في المكان اللي اتقفل فيه بيقول لك التليفون ده اتقفل في الحته الفلانيه. اكيد طبعا في كل ده طبعا. بس واخر مكالمه كلمتها ده اللي انا طالبه، انا عايز اوصل لها حيه او ميته، ميته اخدها ادفنها طبعا، ده قدر ربنا ونصيبها. طيب اسقف شبر الخيمه ايه الاخبار؟ تواصلتوا مع نيافه الحبر الجليلي انبا مرقص ولا لا؟ ايوه يا فندم. ايه الاخبار؟ الانبا مرقص قدم تمام الطلب للاسم وقدم لامن الدوله وكل حاجه ماشيه تمام، بس برضك واقفين على ذمه رقم المحضر عشان خاطر نسلمه للامن الوطني. طب ورقم المحضر فيه ازمه ولا الرقم المحضر مرتبط بالكاميرات؟ هو فرج الكاميرات مع صوره المحضر لو راحت للامن الوطني هيبتدوا هم يتحركوا معاهم، وهم مش عارفين يتحركوا لازم يكون في اذن نيابه، اللي هو المحضر اتعمل وفي اذن نيابه ان في ضبط واحضار، اللي هم ينزلوا يبصوا ويشوفوا الواقع ويعملوا كل حاجه. مفيش محضر، المحضر لسه اصلا ما اتكسبش وما اتحطش الارشيف ولا معاه اتقفل. مين المحامي اللي معاكوا يا فندم؟ المحامي اللي معانا موجود بس انا مش عارف اسمه دلوقتي حضرتك، اخويا الكبير هو اللي عارفه. طب تمام، واخبار الولاد ايه طيب في الاحداث دي؟ حالتهم طبعا سايره، واحد حياتهم، واحد الكبير عمال يكلم نفسه وعمال يلف حوالين نفسه عايز يشوف امه فين. ما بتروح ما مش التلاته منهارين خالص. بيدوروا على، عايز اقول لك على حاجه، لو في تحت الارض هيدوروا تحت الارض. طبعا. وهي امهم ابوهم وهي اللي مربيهم وهم اصلا لسه كانوا لقيت لحمه حمراء. ربنا يطمنكم يا استاذ مينا، وان شاء الله خير الفتره اللي جايه. ربنا موجود ان شاء الله. امين يا رب. شكرا يا استاذ مينا.